إذن بسم الله وعلى بركة الله انطلق في هذه اللحظات الشوط الرئيسي للمتأهلات هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان المنافسات، ميدان القوة والصراعات. ننطلق إذن مع أول المنطلقات، نذهب هناك لنرى اللي في الصدارة، من تقود هذه الانطلاقة الضبية لمحمد بن سالم آل مانعة، وأرى أيضا الوصول من جانب صدى هنا من الجانب الأيسر لظافر بن عبد الله بن قيعان الهاجري. صدى واسمع صدى صوتك مع ضجة الناس، هذه صدى إذن في الصدارة، وهناك اللي من جانب صدى. عطونا ثاني المراكز، هذه إذن بشاير لسلطان بن ناصر الحميدي تبشر مالكها بأنها متواجدة في هذا الشوط وبقوة تبحث عن التأهيل. اللي هنا أيضا هذه الواصلة في هذه اللحظات متعبة لهادي بن سالم الأفجح، متعبة أيضا هنا في هذا الشوط. يا سلام يا هذا الشوط، يا الله يا هذه الشعارات. إذن متعبة باعدت، متعبة راحت، متعبة إذن في المقدمة لهادي بن سالم الأفجح. الله يا متعبة، الله 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 الله، ولكن حذاري من هذه الواصلة في هذه اللحظات. غرام غرام لمبارك بن عبد الله بن سفران، وصلت غرام، ويا مرحبا يا غرام، مرحبا يا مرحبا يا غرام، يا مرحبا يا فتنة الكون. هذه غرام إذن جاوزت غرام، راحت في هذا الأداء الغرامي وفي هذا الجو الرياضي بقيادة غرام. غرام إذن من تنتزع الصدارة ومن تنتزع الفوز. يا سلام يا غرام، تهانينا إذن والناموس لمالك غرام مبارك بن عبد الله بن سفران. واللي في ثاني المراكز، ثاني المراكز متعبة لهادي بن سالم الأفجح، وفي ثالث المراكز الشاهنية لمحمد بن صالح آل سعد. التوقيت الزمني لهذا الشوط طار إذن التوقيت الزمني مع أداء غرام، والرجاء من أحد الأخوة أن يسعفنا بالتوقيت الزمني لهذا الشوط.